الانقسام المنصف، الانقسام الاختزالي. تشكيل الجميت هو الهدف من الانقسام الاختزالي، وهو تكوين أربع خلايا من خلية جسدية واحدة. تحتوي كل خلية من الخلايا الأربع على نصف عدد الكروموسوم الموجود في الخلية الجسدية. في أجسامنا البشرية سيحتوي كل من الأمشاج الأربع على 23 كروموسوماً، مما يعني أن 46 كروموسوماً في الخلية الجسدية يجب أن يتكاثر خلال الطور البيني قبل الانقسام الاختزالي، تماماً كما كان الحال قبل الانقسام الفتيلي. يحدث الانقسام الاختزالي في خلايا الجسم المتخصصة وتسمى خلايا الخط الجرثومي. لتقدير الانقسام الاختزالي وتكوين الأمشاج، من المهم أولاً فهم فكرتين: مجموعة الكروموسومات والكروموسومات المتجانسة. مجموعات الكروموسومات والكروموسومات المتجانسة. مجموعات الكروموسومات. تتكون الكروموسومات 46 التي لديك من مجموعتين. أنت كائن ثنائي الصبغة، DI تعني مجموعتين، وبلويد تعني مجموعات. جاءت مجموعة واحدة من الكروموسومات من كل والد عندما انصهرت الأمشاج، لذلك فإن الأمشاج البشرية أحادية العدد، أي مجموعة واحدة. الكروموسومات المتجانسة. يمكن ترتيب 46 كروموسوماً في خلية جسدية في 23 زوجاً متماثلاً أو متشابهاً. جاء كروموسوم واحد من كل زوج من الوالد الذكر والآخر من الأنثى. تحتوي الكروموسومات المتجانسة على نفس الجينات، على الرغم من أن الجينات في الأشخاص غير المتجانسين تكون آليات مختلفة. الاستثناء من ذلك هو الكروموسومات الجنسية X و Y. يتطلب تمرير مجموعة كاملة من الجينات البشرية كروموسوماً واحداً من كل زوج لينتهي به الأمر في كل مشيج. وهناك العديد من الاختلافات الرئيسية بين الانقسام الاختزالي والانقسام. مراحل الانقسام الاختزالي. الطور الأول. تبدأ هذه المرحلة الانقسام الاختزالي، وهي نفس مرحلة الانقسام الفتيلي مع تغيير واحد مهم. عندما تتكثف الكروموسومات فإنها تشكل مجموعات من أربعة كروماتيدات تسمى رباعي أو ثنائي التكاثر. يكشف الفحص الدقيق عن أن كل كروموسوم يتم استنساخه ويتكون من كروماتيدات أختين. سوف يتزوج الكروموسومات المتجانسة في كل خلية ولديها نفس الجينات، ولكن ربما آليات مختلفة. إذا كان الكائن الحي متغير الزايكوت بشكل وثيق، يسمح هذا الارتباط الوثيق أو المتشابك للكروموسومات المتجانسة بالعبور وتبادل الأجزاء المتماثلة. تأثير العبور هو أن الجينات الموجودة على نفس الكروموسوم يمكن إعادة تجميعها بحيث لا يتم توريثها دائماً معاً. يظل رباعي التكافؤ أو ثنائي التكافؤ المتكون أثناء التشابك مجمعاً مع تقدم الطور الأولي، لذلك يتحرك الرباعي كوحدة إلى مركز الخلية. يبدأ الطور الأول عندما يكون الرباعي في مركز الخلية. بقي الرباعي معاً، مما يضمن أنه خلال الانقسام الأول ستحصل كل خلية على كروموسوم واحد من كل زوج متماثل. تظل الكروموسومات في مركز الخلية حتى تصبح الأزواج المتجانسة جاهزة للابتعاد عن بعضها البعض. أيضاً في الطور الأول تنفصل الكروموسومات التي يتكون منها كل رباعي أثناء الطور الأول، ومع ذلك ستبقى الكروماتيدات الشقيقة متصلة في السنترومير. يستمر الطور الأول حتى يتم سحب الكروموسومات إلى حزمة على طرفي نقيض من الخلية. بعد ذلك تنقسم الخلية إلى خليتين خلال الطور النهائي الأول.
قد يكون لحزمة الكروموسومات غلاف نووي يتطور حولها. تمر الخلايا الجرثومية في بعض الكائنات الحية مثل الإناث البشرية خلال المراحل الأربع الأولى من الانقسام الاختزالي قبل الولادة. تظل الخلايا الجرثومية في الطور النهائي الأول لبعض الوقت. تحدث الجولة الثانية من الانقسام عندما تكون الأمشاج ضرورية للتكاثر. في حالات أخرى تكون المرحلة النهائية الأولى هي مرحلة مختصرة، وتستمر الجولة الثانية من التقسيم دون تأخير. ثم إذا أصبحت الكروموسومات مشتتة في الطور الأول فإنها تتكثف مرة أخرى في المرحلة الثانية. يقوم جهاز المغزل بنقل الكروموسومات إلى منتصف الخلية، وفي هذه الحالة ما تزال سنتروميرات تربط الكروماتيدات الشقيقة معا. الطور الثاني. في الطور الثاني يتم محاذاة الكروموسومات في مركز الخلية. هذه المرة لا توجد كروموسومات متجانسة يمكن إقرانها. يشبه هذا الطور الطوري الطور الفوقي للانقسام الفتيلي، ولكن هناك فرق رئيسي. أثناء الطور الثاني يتم تفكيك الكروماتيدات بواسطة ألياف المغزل. الآن يتم تصنيفهم على أنهم كروموسومات وليس كروماتيدات. تتحرك الكروموسومات بعيدا عن الأطراف المتقابلة للخلية، ثم يتم فصل الكروماتيدات الشقيقة في خليتين مختلفتين. في المرحلة الأخيرة من الانقسام الاختزالي، أي في الطور النهائي الثاني، تتشكل النواة حول حزمة الكروموسومات وتنقسم الخلية. توجد الآن أربع خلايا نشأت من خلية سلالة جرثومية واحدة. كل خلية عبارة عن مشيج يحتوي على نصف عدد الكروموسومات والجينات كخلية جسدية.